النظام بسوريا من مستعد نتعامل معه لا من قريب ولا من بعيد. إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، نحييكم إلى المسائية ونبدأها بالعناوين مع ميرنا الهند. مساء الخير في عناوين المسائية. نحن رايحين على فترة تصعيد. إيران تهدد: سنلقن واشنطن دروسا جديدة، وليبرمان يقول لبنان وسوريا أصبحا جبهة واحدة. قائد الجيش يؤكد أنه من غير المسموح العبث بالأمن، ويقول إن أي محاولة للإخلال به سيواجه بصورة فورية وحاسمة. مراقبة أي عملية غش أو أي عملية رفع أسعار. وزارة الاقتصاد تؤكد على دورها في مكافحة اللعب بالأسعار، وأقساط المدارس محل تجاذب بين المدارس ولجان الأهل. يلي رح يكون هين هو جايب المندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك لي ماما كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبينوا اثنيناتكم بالكادر فرشيني تبين الطيارة مع هيك شعر تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة. اليوم بلوم بانك بيقدم لك خدمة الفيديو تشات يلي فيك تستخدمها من خلال الاي بلوم لايف تشات. بمجرد الضغط على رمز الكاميرا فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. جزء كبير من التوتر الداخلي سحب فتيله مجلسا النواب والوزراء تحت سقف التسوية السياسية التي ما تزال تظلل البلاد. قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب سلك طريقه نحو التنفيذ بعدما أقره مجلس النواب، كذلك سلكت التشكيلات القضائية طريقها بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشيل عون. لتطوى صفحة الشغور القضائي وصفحة الالتباس الضريبي، ولتصير السلسلة أمرا واقعا بعد عقود من التأخير. التوتر الداخلي الذي سحبه مجلس النواب والوزراء قابله في الخارج تصعيد إيراني باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عاد قادة إيرانيون منهم المتحدث باسم القوات المسلحة في إيران مسعود جزائري إلى إطلاق سلسلة تهديدات ضد الولايات المتحدة، وقال جزائري إن سلوك واشنطن قد أتعب العالم وحان الوقت لنلقن أمريكا دروسا جديدة، لكنه لم يقل كيف ولا أين. والتهديدات الإيرانية واكبها وزير دفاع إسرائيل أفيغدور ليبرمان بتهديدات ضد لبنان حين قال إنه في حال نشوب حرب جديدة على الجبهة الشمالية فإن سوريا ولبنان سيكونان معا ولن يكون لبنان وحده على الجبهة. إذن هدوء في الداخل وطبول حرب تقرع في الخارج، ومنطقة فوق صفيح ساخن، ولبنان في عين العاصفة. محققا هذه الليلة خماسية تاريخية في مرمى المنتخب الكوري الشمالي لتضعه بين الكبار في آسيا. استبق الإيرانيون الإعلان الأمريكي عن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بجملة تهديدات شملت تعهدا بتلقين واشنطن دروسا جديدة، في وقت دخلت روسيا أيضا على خط الدفاع عن الحرس الثوري وانتقاد الإجراء الأمريكي المرتقب. العالم أجمع يترقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 من الشهر الجاري الذي سيحدد خلاله مصير الاتفاق النووي مع إيران، بالتزامن مع إقرار عقوبات جديدة قد تشمل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. هذا الاحتمال فتح المجال أمام ردود فعل إيرانية متعددة الجبهات أجمعت كلها على الدفاع عن الحرس الثوري الإيراني وتهديد الولايات المتحدة. فالمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري قال إن سلوك واشنطن قد أتعب العالم، ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تفهم سوى بلغة الكلمات القاسية وبحاجة إلى صدمات لتدرك المفهوم الجديد للقوة في عالم اليوم، مضيفا أن الوقت حان لتلقين أمريكا دروسا جديدة على حد تعبيره.
أما مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي فاعتبر أن الولايات المتحدة أصغر من أن تتخذ أي خطوات ضد الحرس الثوري، مؤكدا أن إيران تملك خيارات عدة على الطاولة لمواجهة أي قرارات أمريكية. من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده ستتخذ رد فعل واضحا إذا ما قررت واشنطن المضي بهذا الخطأ استراتيجي على حد قوله الذي سيجعلها مكروهة أكثر من الإيرانيين وسيتسبب لها بعزلة دولية. ظريف كان يتحدث أمام قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الذي عبر عن امتنانه لمواقف الخارجية الإيرانية، مؤكدا أن الحرس سيرد بشكل حاسم على الخطوة الأمريكية المحتملة، وأضاف أن إيران أصبحت قوة إقليمية وعالمية. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوباخت أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضع نفسها بمصاف الإرهابيين إذا صنفت الحرس الثوري كمجموعة إرهابية، زاعما أن الحرس يدافع عن الشعوب ويهاجم الإرهابيين وعلى العالم برمته أن يكون ممتنا له. كما قال الخارجية الروسية بدورها دخلت على خط الدفاع عن الحرس الثوري الإيراني معتبرة أن نية واشنطن بتصنيفه إرهابيا هي خطوة نحو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ولا شك أنها ستزعزع استقرار المنطقة. بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران تهديد ووعيد، وفي لبنان حزب الله يتطاول على المملكة العربية السعودية. وسط هذه الأجواء يرى المراقبون أننا مقبلون على مرحلة عنوانها التصعيد. تقرير مها ظاهر. لغة التصعيد والوعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى مزيد خلال الأيام المقبلة، وذلك استنادا إلى موعد 15 من الحالي، موعد إعلان دونالد ترامب استراتيجية جديدة تجاه إيران والموقف من الاتفاق النووي معها. وفيما استبقت إيران الموعد بإطلاق سلسلة من التهديدات للولايات المتحدة، أعلن الأمين العام لحزب الله أن أي مواجهة مع إيران ستنعكس على كل المنطقة، وذلك استنادا إلى ما تتمتع به إيران من نفوذ فيها. أول سمة للإدارة الأمريكية الجديدة هي عملية فصل إذا بدك هي عملية فصل الملف النووي عن سياسة التمدد الإيراني، والقول أنه اليوم إيران عم خل بروحية الاتفاق النووي. المقصود هون مش بس أنه التجارب صواريخ الباليستية اللي عم تقوم فيها إيران، إنما أيضا سياسة إيران التوسعية خاصة بسوريا وبلبنان، وأيضا دعمها للحوثيين في اليمن. إذن هذه يعني مرحلة جديدة. في لبنان لم يعد الترقب وحده سيد الموقف تجاه ما يجري، فتطاول أمين عام حزب الله على المملكة العربية السعودية يطرح علامات استفهام حول سلوك حزب الله في هذه المرحلة، بين ادعائه الحرص على الاستقرار من جهة وخدمة أجندة الحرس الثوري من جهة أخرى. كما أنه في من توزيع أدوار أنه حزب الله يهاجم المملكة العربية السعودية وطهران تهاجم واشنطن. بالتأكيد نحن رايحين على فترة تصعيد سياسي، يعني بس نشوف اليوم أنه الهجوم من قبل حزب الله على المملكة العربية السعودية بموازاة ذلك قرار السعودية بالانخراط أكثر بالساحة اللبنانية من باب مواجهة حزب الله، الأمر اللي ما كان. دخول المملكة العربية السعودية على خط الاشتباك المباشر مش عبر وسطاء لبنانيين مع حزب الله، هيدي عنوان مرحلة جديدة، هيدي مرحلة هي مرحلة تصعيد من دون شك. وسط كل هذه الأجواء تخوف لبناني من حرب جديدة قد تشنها إسرائيل على حزب الله تدفع بلبنان إلى دفع ثمن باهظ لدور حزب الله في اللعبة الإقليمية والدولية. إسرائيل لن تقوم بهذه الضربة العسكرية إلا إذا ما فقدت الأمل أنه غير ما رح يقوم فيها، يعني غير ما رح هو يوضع حد للتمدد الإيراني بسوريا. اليوم الهم الإسرائيلي هو التمدد الإيراني على حدود الشمالية. ماذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة؟ الهدوء والاستقرار أم أننا سنكون أمام تصعيد جديد بعد الرسالة الإيرانية على لسان الأمين العام لحزب الله؟
وسط ما تشهده المنطقة من تصاعد حدة التهديدات، قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن المعركة المقبلة إن وقعت فإنه لا فرق إذا بدأت من الشمال أو الجنوب، لأنها ستصبح معركة على الجبهتين السورية واللبنانية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية فإن سوريا ولبنان سيكونان معا ولن يكون لبنان وحده على الجبهة، إذ ستواجه إسرائيل معسكرا كاملا مركبا من الجيش السوري والجيش اللبناني وحزب الله. وخلال كلمة له أمام عدد من جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي من قوى السلاح الجوي وجنود المدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل أبيب، أشار ليبرمان إلى أنه عند الحديث عن لبنان لا نتحدث عن حزب الله فقط بل نتحدث عن الجيش اللبناني أيضا، قائلا للأسف هذا هو الواقع فقد صار الجيش اللبناني جزءا لا يتجزأ من منظومة حزب الله. ليبرمان تحدث عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية في الوقت نفسه، مشددا على أهمية إعداد كل القوى الأرضية والجوية لتكون في جهوزية، كما لفت ليبرمان إلى أن إسرائيل تقوم بجهود كبرى من أجل منع الحرب القادمة، إلا أن الواقع الجديد في الشرق الأوسط لا يتماشى مع هذه الجهود، وشدد على أن الحرب يمكن أن تندلع في أي لحظة بين ليلة وضحاها. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون جاهزية الجيش الكاملة للدفاع عن الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقراره. الجيش لن يفرط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه والتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الفوضى والشغب وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر. بهذه الكلمات خطب قائد الجيش العماد جوزيف عون الضباط الاختصاصيين في احتفال تخريجهم من المدرسة الحربية بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك وأعضاء المجلس العسكري ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب إلى جانب الضباط والأساتذة المدربين وذوي المتخرجين. قائد الجيش قال تتخرجون اليوم في وقت لا تزال فيه أصداء الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الإرهاب في عملية فجر الجرود تتردد على امتداد مساحة الوطن وفي الأوساط الإقليمية والدولية، وإذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أمانا واستقرارا بفعل إمساك الجيش بها وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدو الإسرائيلي وأي خرق إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أي مطلب أو شعار كان، فالمحافظة على إنجاز فجر الجرود تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد. إلى ذلك تفقد قائد الجيش فوج التدخل السادس المنتشر في منطقة البقاع الأوسط، حيث جال في مراكزه وطلع على إجراءاته الأمنية المتخذة لضبط الحدود والحفاظ على الأمن، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة. وقد أكد قائد الجيش أن سلامة الوطن هي من سلامة حدوده التي باتت كاملة في عهدة الجيش بعد عملية فجر الجرود ودحل الإرهاب عن الحدود الشرقية، وهذا الإنجاز الوطني الكبير يستدعي من الوحدات العسكرية المنتشرة على كامل الحدود تكثيف عمليات الرصد والمراقبة والتدابير الميدانية لقمع أعمال التسلل والتهريب بالاتجاهين والتصدي لأي انتهاك لحرمة الأراضي اللبنانية. وأشار العماد عون إلى أن الاستقرار الأمني في لبنان عموما بات محصنا أكثر من أي وقت مضى، وأي محاولة للإخلال به ستواجه بصورة فورية وحاسمة، وأضاف بأن قدرات الجيش في تزايد مستمر بفعل ورشة التدريب الناشطة فيه على جميع الصعد ومواصلة الدول الصديقة تقديم الدعم العسكري النوعي له تعبيرا عن ثقتها بدوره في مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان. وختم داعيا العسكريين إلى مزيد من اليقظة والجهوزية لمواكبة مختلف استحقاقات المرحلة المقبلة. التعديلات على الزيادات بالرسوم والضرائب لتمويل السلسلة أقرت بانتظار توقيعها من رئيس الجمهورية، ووزارة الاقتصاد تؤكد أنها تقوم بدورها بمراقبة الأسعار. تقرير باسل الخطيب. التعديلات التي أقرت في مجلس النواب على الزيادات في الرسوم والضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بانتظار إحالتها لتوقيعها من رئيس الجمهورية. وفي نظرة على التعديل الثالث أصبحت الزيادات كالآتي: زيادة بنسبة 250 ليرة لبنانية على السجائر، زيادة بنسبة 10% من ثمن السيجار الواحد، زيادة 1000 ليرة لبنانية على كيلو تمبك المعسل،
50,000 ليرة رسم المطار للدرجة السياحية بقي كما هو، أما درجة رجال الأعمال فأصبح رسم المطار 150,000 ليرة لبنانية للراكب. وفيما يتعلق بالطيران الخاص فأصبح الرسم 400,000 ليرة لبنانية للمسافر الواحد. وفيما يتعلق بالكحول زاد الرسم بنسبة 3 أضعاف، أما الرسم على إنتاج الإسمنت فبلغ 6,000 ليرة لبنانية على الطن، وزاد الرسم على فوائد الودائع والبطاقات وغيرها 2% إلى 7%، كما زاد 2% على عقود البيع العقاري إلى 8%. حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تقول إن دورها مراقبة الأسعار والتأكد بالالتزام بالقوانين النافذة. رقابة ما بتتوقف طبعا، بظروف معينة منشدد الرقابة على قطاعات معينة. بالفترة اللي تم تجميد قانون الضرائب كان في البعض من التجار حتى عم يستوفي بالنسبة للبطاقات المسبقة الدفع، عم يستوفي المبلغ اللي ما له حق يستوفيه، وهون بهالمرحلة نحن عملنا نظمنا أكثر من 100 محضر ضبط. يونس يعتبر أن دور حماية المستهلك هو مراقبة الأسعار والتأكد بالالتزام بالقوانين، لكن هناك هوامش ترعى الحرية كقوانين تمنع بيع السلعة بأكثر من ضعف كلفتها، وتحديد هامش أرباح تجارية بالنسبة لسلع غذائية، والمخالفة تعرض المخالف لمحاضر ضبط ثم إحالته إلى القضاء. مع هذه الزيادة ماذا ستلحظ السلة الشهرية لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وكيف سينفق المستهلك عليها من راتبه؟ ماذا يجيب مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس؟ مستمرين على الأرض بهذه المراقبة، ولح نتشدد حقيقة بتعليمات من معالي الوزير ومن المدير العام بمراقبة أي عملية غش أو أي عملية رفع أسعار غير مبررة من قبل أي تاجر أو أي مؤسسة بمحاولة منه لتحقيق أرباح غير مشروعة. إذن حتى اليوم القانون لم يطبق، ولم تخضع بعض السلع في لبنان للزيادة المقررة، فكل من يرفع الأسعار من اليوم يعد مخالفا وسارقا لجيبة المواطن والدولة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. أزمة الأقساط المدرسية عادت إلى الواجهة، فهل ستزداد؟ ولمن الكلمة الفصل في البت في الموازنات المدرسية؟ التقرير لناهد يوسف. أقرت سلسلة الرتب والرواتب وأقر بعدها القانون الضرائبي ليدخل اللبنانيون مجددا في كابوس الأقساط المدرسية. ففي حين أعلنت لجان الأهل موقفها الثابت بعدم الموافقة على زيادة الأقساط ورفض التوقيع على الموازنات التي تتضمنها، أكد الأمين العام لاتحاد المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار لتلفزيون مستقبل أن هذا الموضوع لم يحسم بعد. كل ما بيطلع قانون بيعطي رواتب جديدة للمعلمين حتما بده يصير في زيادة على الأقساط المدرسية، ولكن هالموضوع هيدا نحن ما بنقدر نجزم فيه 100% إلا من بعد تطبيق القانون 515. عندما يطبق القانون 515 اللي هو بينظم الموازنة، ساعتها بنقدر نقول في زيادة أو ما في زيادة. لجان الأهل اليوم عم نسمع أنه ما رح يوقعوا الموازنات من جهة، ما رح يقبلوا بزيادة على الأقساط المدرسية. بعتقد يعني صرختهم واضحة ومعروفة ومقدرة، ولكن التوجه تبعوله منه صحيح. من المفترض وبنظري أنه ما يوجه السهم للمدرسة وعرق له عمل المدارس والتربية والتعليم في لبنان، ولكن لازم يروحوا على الدولة ويروحوا يقولوا نحن بدنا حقوقنا كمان. وأشار عزار إلى أن وزير التربية مروان حمادي وعد بإطلاق دعوة جديدة للحوار مع جميع الأطراف المعنيين. بالحقيقة نتمنى أن يدعو معالي وزير التربية إلى هذه جلسات الحوار هذه سريعا، لأنه نحن إذا دخلنا الأسبوع القادم نحن دخلنا بأزمة كتير كبيرة، لأنه المدارس بدها تعرف شو بدها تعمل وكيف بدها تتصرف. وزارة التربية بدورها تجهد لحل هذه المعضلة عبر تقريب وجهات النظر. وفيما يتعلق بالموازنات المدرسية فالحكم فيها مصلحة التعليم الخاص. وهون عندنا تحدي أنه هلأ خلال شهر واحد أو بنهاية شهر واحد لازم تكون كل الموازنات المدرسية مقدمة من قبل المدارس الخاصة، وبدها تكون موقعة من قبل مدير المدرسة ومن قبل لجنة الأهل. الأهالي لازم كمان يلعبوا دورهم، لأنه المشرع
عطى الأهل حق التوقيع على الموازنة المدرسية، فلازم تدرس الموازنة المدرسية، وفي حال اقتنعت فيها توقع عليها، وفي حال لم تقتنع فيها كمان في إلى حق أنه عدم التوقيع على الموازنة المدرسية، وبتقدم كتاب لمصلحة التعليم الخاص بتقوله أنه أنا ما وافقت على هاي الموازنة لهذه الأسباب. وهون دور التعليم الخاص كمان يدرس هالموازنة، وفي حال لا أنه هالموازنة مخالفة للقوانين فيه كمان يستعين بخبراء محاسبة، وفيه كمان التعليم الخاص يحدد قيمة القسط، يعني يطلب من المدرسة يبعث كتاب للمدرسة إلا هل قد قيمة القسط اللي لازم تعتمديه. ومع تأكيد جميع الأطراف المعنيين أن مصلحة التلميذ تبقى الأولى بالنسبة إليهم، إلا أن التلميذ نفسه هو الضحية الدائمة في كل التحركات المطلبية. خلال جولة له في القلمون وطرابلس، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الهم الأول والأخير للرئيس سعد الحريري هو مصلحة الناس، مشددا على أننا لسنا في موقع التحدي لأحد. من منزل العسكري الشهيد إبراهيم مغيط، استهل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري جولته في القلمون، حيث قدم التعازي باستشهاد مغيط، ثم قام بزيارة ضريحه في جبانة البلدة وقرأ الفاتحة عن روحه. وفي طرابلس، حيث شارك في فطور صباحي أقامه على شرفه فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل بحضور النائب سمير الجسر، أكد أحمد الحريري أن تيار المستقبل هو تيار وطني معتدل لكل اللبنانيين. ولما نكون بسدة المسؤولية وعلى رأسنا الرئيس سعد الحريري لهمه الأول والأخير مصلحتكم أنتوا أولا. رئيس الحريري كان أمام مفترق طرق كبير من 10 أشهر، كان أمام قرار مصيري وتاريخي بشأن البلد. لو هذا القرار ما اتخذ كان الظروف الظرف السياسي في البلد اليوم مختلف، وهذا القرار السياسي كان إما لنحافظ على لبنان وأمنه واستقراره، وإما ليكون هيدا البلد دخل في مهب الريح الإقليمية اللي مارقة فيها المنطقة من حروب أهلية لا سمح الله. اليوم بهال10 أشهر تثبت الاستقرار، بهال10 أشهر لبنان صار من أأمن الدول أمام ما نشهده في العالم. الأمن استتب البلد، واستتب بجهد جبار أولا لكل قوى الأمنية على رأسهم الجيش اللبناني، وكمان بالتغطية السياسية لأجل لهذه الأجهزة. من جهته، أكد مسؤول شؤون فرع المحامين في قطاع المهن الحرة عمر الكوش أن محامي التيار سيبقون في مقدمة الدفاع عن مسيرة الرئيس الشهيد. الأمين العام للتيار انتقل بعد ذلك إلى مقر منسقية التيار في طرابلس، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمكتب ومجلس المنسقية وأجرى حوارا سياسيا وتنظيميا معهم بعد أن قدم مداخلة عن التطورات المحلية والإقليمية والدولية. ثم تفقد عائلة الشهيد أبو علي هوشر في ساحة النجمة، وزار عبد الكريم الجزار في منزله في أبي سمرة، كما تم نحر الخراف على شرفه في ساحة الشهيدين تقدمة من زياد حسون، قبل أن يقوم بزيارة محمود الزريعة في منزله والمشاركة في افتتاح مكتب لتيار المستقبل في أبي سمرة تقدمة من السيد سالم حسون. ثم لبى دعوة زياد حسون إلى غداء تكريمي حاشد أقامه على شرفه في مطعم VIP بحضور أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وشخصيات. رئيس الحريري الوحيد اليوم وإلنا الشرف اللي ما عم بفكر فينا كلنا سوا كأصوات بصناديق الاقتراع فقط لا غير. نحن جايين اليوم بواجباتنا اللي عملها علينا ضميرنا واللي عملتها علينا وقفتكم معنا بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق حريري. هذا التيار تيار ايديه مفتوحين ليضم كل الناس، منا لا
قلوب مسكرة ولا إيدان مسكرة ولا عقول مسكرة. نحن ماشيين بهذا المسار لنقدر نحن وياكم نوصل البلد لبر الأمان. من جهته أكد وسيم حسون باسم صاحب الدعوة أن ما يقوم به الرئيس الحريري ليس تنازلا بل قوة وجرأة وخطة استمرار ليبقى لبنان. الأمين العام للتيار زار أيضا أبو عشير أفيوني في الزهرية حيث التقى مع وفد من عائلات الموقوفين الإسلاميين وبحث معهم في تطورات القضية، كما قدم التعازي لآل السيد بوفاة المختار محمد السيد وكذلك لآل درنيقة. واختتم الحريري جولته بزيارة الوزير السابق رشيد درباز في منزله في الميناء وجرى التداول في مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية. أخبارنا العربية والدولية بعد الفاصل، وفيها العاهل السعودي يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا، وانطلاق جلسات الحوار بين فتح وحماس في القاهرة. نواصل النشرة مع الأخبار العربية والدولية. أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء السعودي على نتائج زيارته إلى روسيا، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع روسيا وترسيخها. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة إلى روسيا نالت حيزا وافرا من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي الذي التأم في قصر اليمامة بمدينة الرياض. فقد أطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج زيارته ولقاءاته مؤكدا حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع روسيا وترسيخها وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي. وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمة العاهل السعودي لجهة مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما، مع التشديد على أن أمن واستقرار الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، ما يستوجب التزام إيران بوقف تدخلاتها مع دول المنطقة. وفي إطار مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، رحب مجلس الوزراء السعودي بتطور جهود المصالحة الفلسطينية على أمل أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني. وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه العديد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا في اليمن من معلومات وبيانات غير صحيحة معلومات أحادية المصدر مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية. على الصعيد الداخلي، قدر مجلس الوزراء عاليا ما حققته رئاسة أمن الدولة بتمكنها من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والقبض على 22 شخصا حرضوا على ارتكاب أفعال جرمية. وتطرق كذلك إلى تصدي رجال الأمن لجريمة استهداف نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي في قصر السلام بجدة. ندد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بدور بعض العاملين الأمميين في اليمن متهما إياهم بالعمل على تسييس الأزمة. من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن. قرار الأمم المتحدة بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على لائحة منتهكي حقوق الأطفال وانحيازها لطرفي الانقلاب أي ميليشيات الحوثي وصالح استدعى ردا من نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الذي أكد من الرياض أن الأمم المتحدة أغفلت في تقريرها انتهاكات الميليشيات بحق أطفال اليمن. كما اعتبر خلال زيارته إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن الأمم المتحدة تتعامل
يتعامل مع اليمن عبر صنعاء، منتقدا المركزية الأممية، وشدد على أن الحكومة الشرعية اليمنية استجابت لجميع القرارات الدولية مبدية رفضها لتسييس العمل الإنساني. المخلافي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الذي طالب الأمم المتحدة بفتح مكاتب لها في مختلف المناطق اليمنية لتنويع مصادر معلوماتها، مؤكدا أن المتمردين استولوا على عشرات القوافل الإنسانية واعتدوا على العديد من العاملين في المجال الإنساني. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن حجم المساعدات التي قدمتها إلى اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال العامين الأخيرين تجاوز 8 مليارات دولار. الأزمة اليمنية حضرت أيضا خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث أكد المبعوث الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن، مشيرا إلى أن استهداف الحوثيين دولا خليجية بالصواريخ يهدد استقرار المنطقة. تنفيذا لاتفاق أستانا بشأن مناطق تخفيف التوتر، بدأت قوات تركية استعداداتها لدخول محافظة إدلب السورية، وذلك عبر نشر نقاط مراقبة وأعداد كبيرة من ناقلات الجند والعربات المصفحة عند الحدود مع سوريا. وفيما أكد وزير الدفاع التركي أن العمليات العسكرية في إدلب ستستمر حتى وقف التهديدات، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن الهدف من الأنشطة التركية في إدلب هو التصدي لموجة الهجرة إلى تركيا. تتويجا للجهود المصرية التي ساهمت بإحياء المصالحة الفلسطينية، بدأت في القاهرة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. وعلى هامش الحوار الذي سيستمر 3 أيام، أشاد وفدا فتح وحماس بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية، متعهدا بالسعي لإنهاء الانقسام بينهما. تصاعدت الأزمة التركية الأمريكية بعدما أوقف البلدان إصدار التأشيرات على خلفية تحقيق تركيا مع موظفين في القنصلية الأمريكية في اسطنبول. واليوم أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القادة الأتراك سيقاطعون الاجتماعات مع السفير الأمريكي في أنقرة، لأن تركيا لم تعد تعتبره ممثلا دبلوماسيا رسميا للولايات المتحدة. أضاف أردوغان أنه إذا كان السفير الأمريكي هو من أصدر قرار وقف التأشيرات، فعلى واشنطن سحبه من أنقرة. ضربت السلطات الإسبانية طوقا أمنيا مشددا حول المباني العامة وبرلمان إقليم كاتالونيا في برشلونة، حيث يتوقع أن يعلن رئيس الإقليم هذا المساء رسميا الانفصال عن إسبانيا، تزامنا حض الاتحاد الأوروبي كاتالونيا على احترام النظام الدستوري وعدم إعلان قرارات تجعل الحوار مع مدريد أمرا مستحيلا. وبعد الفاصل تتابعوا. المستقبل مستنكرا كلام نصر الله، يضر بمصالح لبنان واللبنانيين. وخماسية تاريخية للبنان تضعه بين الكبار في آسيا. أهلا بكم من جديد. وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية وأحالته دوائر الرئاسة للنشر وفقا للأصول، بعدما حمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل وفدا من الاتحاد العمالي العام. عقب قرارات مجلس النواب حط موضوع الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب في بعبدة التي زارها وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشار الأسمر، والتقى رئيس الجمهورية ميشيل عون، حيث جرى عرض للوضع الاقتصادي والخطوات الإصلاحية، إضافة إلى موضوع اليد العاملة الأجنبية والصرف التعسفي للعمال. الرئيس عون أكد أمام الوفد أن ما تحقق حتى الآن على الصعيد الاقتصادي يكتمل بالإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج، فيما شكر الأسمر رئيس الجمهورية على مساهمته بإنتاج السلسلة مطالبا إياه بضرورة مكافحة الفساد. نطلب من فخامة الرئيس وهو الراعي الأول للإصلاح أن يستمر بخطواته الإصلاحية، لأنه هي تريح الشعب اللبناني وتريح العمال بصورة خاصة. مكافحة الفساد والإصلاح اللي هو عنوان هالعهد هو المطلب الأساسي للشعب اللبناني اللي الاتحاد العمالي العام بيمثل 90% منه. الرئيس وعد خيراً
وشكرناه كمان على القانون الانتخاب وعلى الموازنة وعلى السلسلة اللي هي إنجازات كبيرة للعهد، وتمنينا على فخامة الرئيس كمان أنه يرعى مسألة تصحيح الأجور، وبهالإطار كمان يرعى الحوار الاجتماعي، وبكورة الحوار الاجتماعي هو إنتاج مجلس اقتصادي اجتماعي نتمنى أن يرى النور قريبا. الوضع الاقتصادي في لبنان كان حاضرا أيضا في لقاء الرئيس عون مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الذي قال إن وزارة الاقتصاد ومن خلال مصلحة حماية المستهلك تواصل مراقبة الأسعار في الأسواق. كما التقى الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون وجرى عرض للأوضاع العامة. اطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقررة لمحافظة الشمال، كما اطلع على شؤون العاصمة بيروت من وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية. بناء لقرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القاضي بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، ترأس الرئيس الحريري في السراي الحكومي اجتماعا تحضيريا لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال. وخلال الاجتماع قدم فريق عمل رئاسة مجلس الوزراء عرضا لمختلف المراحل التي مرت منذ تشكيل اللجنة، مرورا بمختلف الاجتماعات التحضيرية وورش العمل التي أعدتها، وصولا إلى أعداد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخاص بمحافظة الشمال. كما قامت شركة دار الهندسة شاعر ومشاركوه بدراسة المشاريع المعروضة وتقدير حجم التمويل المطلوب ومطابقتها مع الخطة الوطنية الاستثمارية التي تقوم بإعدادها، وقدمت عرضا صوريا حول المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير لمحافظة الشمال. وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وأعربنا لدولته عن اعتزاز البيارتة وتقديرهم لمواقفه الوطنية والسيادية التي تهدف إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، كما استيائهم من حملات التجني المبرمجة من صغار النفوس والتي تستهدفه زورا وبهتانا. وعرضنا لدولته شؤون العاصمة ونقلنا إليه مطالب البيارتة وهواجسهم وشكواهم، ثم استمعنا إلى دولة الرئيس الذي أكد على أولوية القضايا ذات الطابع الوطني واستكمال بناء الدولة المؤسسات، وتحدث دولته بإسهاب عن الشأن البيروتي واستعداده للنهوض بالعاصمة وتلبية مطالب أهلها الذين يشكلون خزان الوحدة الوطنية ومحراب السلم الأهلي. يموت أشار إلى أن الرئيس الحريري أعرب عن رغبته باستقبال العائلات البيروتية في لقاءات موسعة للوقوف على آرائهم بشكل مباشر. إلى ذلك، أقام الرئيس الحريري في بيت الوسط مأدبة غداء تكريمية على شرف السفير البابوي جابرييل كاتشيا لمناسبة مغادرته لبنان بحضور الوزير جون أوغاسابيان والنواب سمير الجسر، هادي حبيش، عاطف مجدلاني، نبيل دوفريج ومستشار الرئيس الدكتور داود الصايخ. ولمناسبة يوم المحامي في لبنان، قال الحريري عبر تويتر: أتوجه بتحية تقدير لرسل الحق والعدالة والحرية، كل عام وأنتم بخير. استنكرت كتلة المستقبل كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وحملته على المملكة العربية السعودية التي تضر بمصالح لبنان واللبنانيين. فندت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة جملة قضايا أبرزها إقرار قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، واعتبرت أن خطوة إقرار قانون يؤمن واردات مالية جديدة للخزينة مهمة، لكنها تحتاج لجهود حثيثة إضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات لهذا التراكم في العجز في الموازنة والخزينة وللتنامي في حجم الدين العام، مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، منوهة بجهود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومجلس النواب من أجل إقرار القانون. تنوه الكتلة بالجهد الذي بذله رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري والحكومة في الإعداد لمشروع القانون المعجل لتوفير المصادر المالية الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض الخلل المتفاقم والعجز في الموازنة العامة والخزينة، ولا سيما في ضوء إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للعاملين في إدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها.
الكتلة رأت أن حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان تكتسب بعدا وحدة إضافية بكونها تتزامن مع تنامي السلبيات العائدة للتراجع في سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستمرار ظاهرة الفساد وتزايد حدة استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية. وأشارت الكتلة إلى أنه لم يعد من الممكن معالجتها بطريقة فعالة من دون العمل على استعادة الدولة لسلطتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها والحرص على احترام الدستور واتفاق الطائف وتوثيق عرى العلاقات العربية اللبنانية لمصلحة لبنان واللبنانيين. تستنكر الكتلة استنكارا شديدا الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في أكثر من موضوع بما في ذلك متابعة حملته على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بشكل نافر ومرفوض. ودعت الكتلة إلى ضرورة مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل العودة إلى التوازن المالي والاستقرار النقدي، مشيدة بالمداخلات التي حصلت في المجلس النيابي حول التنبيه إلى مواقع الخلل الحاصل في تطبيق الدستور وفي اتفاق الطائف، وذلك تحت عناوين شعبوية وديماغوجية وعنصرية تستثير الغرائز وتزيد من حدة التشنج. الكتلة أشادت كذلك بالخطوات التصالحية التي انطلقت على المستوى الفلسطيني لتعزيز التقارب بين حركتي فتح وحماس، ورأت في خطوة المصالحة أهمية بالغة، كما تابعت بقلق انتشار المحاولات الجارية في أكثر من مكان للانفصال والاستقلال والحض على التباعد، لا سيما في إقليم كردستان في العراق وإقليم كاتالونيا في إسبانيا، محذرة من انتشار عدوى التقسيم الذي يهدد الاستقرار والسلم العالمي والإقليمي. تقدم المحامي عبد الرحمن عيد بإخبار ضد عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش والممثل السوري دريد لحام على خلفية تغريداتهم التهديدية بحق أبناء طرابلس والشمال بعد إزالة اسم الرئيس السوري الراحل حفظ الأسد عن إحدى المستديرات في طرابلس. واستند المحامي عيد إلى المواد 317 و 578 معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، مطالبا بإحالة المدعوين للتحقيق منعا لإثارة الفتنة. المطران الياس عودي يؤكد على أهمية العمل المؤسساتي، ورئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني يؤكد أن وضع مطار رفيق الحريري الدولي سيتحسن خلال سنتين. أكد متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أهمية العمل المؤسساتي كما يتم العمل اليوم من خلال مؤسسات الدولة. كلام عودي جاء بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني حيث بحث معه الأوضاع والتحديات التي يواجهها لبنان. أكد تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الأسبوعي أن إقرار قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب بعد قانون الانتخاب هو من الإنجازات الأساسية المالية والاجتماعية المنتظرة من عقود، مشيرا إلى أن السلسلة والإيرادات يؤمنان استقرارا ماليا واجتماعيا يمهد لاستعادة الثقة المفقودة. عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب محمد قباني الذي أكد أن هناك تحسين لوضع مطار رفيق الحريري الدولي خلال سنتين كي يستوعب 9 ملايين راكب. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق علاء الدين الموسوي على رأس وفد، وقد أكد الموسوي بعد اللقاء على ضرورة التعاون بين علماء المسلمين لوأد الفتنة. أكد وزير البيئة طارق الخطيب أن أي أشغال على الأملاك البحرية يفترض أن يقام لها دراسة بيئية، ودعا إلى إزالة المخالفة التي استحدثت على شاطئ البحصة. كلام الخطيب جاء خلال جولة قام بها برفقة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقول التويني الذي شدد بدوره على أنه سيحارب التعدي على الأملاك البحرية. تمكنت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 3 متورطين في عملية سلب والتي تعرض لها مصرف فينيسيا في خلد الأسبوع الماضي، وهم ألف ألف وعين ألف وميم ألف، وذلك في عملية نوعية ومتزامنة في مناطق ظهر البيدر والكحالي وخلدي. وقد تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية السلب وكمية من المخدرات وأسلحة وذخائر، وأوقف الثلاثة بناء لإشارة القضاء المختص، وأودعوا مفرزة بعبد القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم. بعد توجيهات الرئيس سعد الحريري وإشرافه الشخصي أزمة تلوث الليطان إلى الحل مع تدشين محطة التكرير في زحلة التي طالب فيها أهالي المنطقة لسنوات.
بعد معاناة طويلة أصبح بإمكان البقاعيين أن يتنفسوا الصعداء ويتنفسوا الهواء النظيف، فأزمة نهر الليطان الملوث بدأت تنحسر مع تدشين محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة، والتي طال انتظارها بعد توجيهات من الرئيس سعد الحريري وإشرافه شخصيا. أعطى المعنيون وعدا بأن تشغل المحطة في 10 من تشرين الأول، وتم الإيفاء بالوعد وتدشينها بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ونواب زحلة ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات المنطقة. أمام أسرار دولة الرئيس وأسرارنا على بلسمة جراح المواطنين ورفع الضرر عنهم، عملنا جاهدين ليلا نهارا حتى وصلنا إلى مرحلة التشغيل. وفي هذا الإطار لابد لنا إلا أن نوجه كلمة شكر للدولة الإيطالية التي انتدبت خيرة مهندسيها وخبرائها لتشغيل هذه المحطة ابتداء من اليوم والمدة شهر مكس أو يعني تقريبا. هتشوفوا انه في مياه غير اللي كنتوا تشموها وغير اللي كنتوا تستعملوها اللي هي بتنتج وتخرج من المحطة. المهم مش هيدي المحطة هلأ، انه مش المحطة المهم كمان هلأ نمنع المعامل بتعني وبالمدينة الصناعية وبالممارج وبي هذه سبب امراض السرطان. نحن نقول نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري على اهتمامه اخيرا ونتيجه اهتمامه هذه المحطه تحت شغلها. حملة مبادئ الليطاني يقتلني التي نوهت بدورها بهذا الإنجاز أكدت أنها مستمرة لحين إلزام المعامل والمصانع بتركيب محطات معالجة لمياهها الصناعية بدلا من رميها في مجرى نهر الليطاني. حقق المنتخب اللبناني لكرة القدم إنجازا رياضيا جديدا من خلال تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019 بعد فوز عريض على المنتخب الكوري الشمالي لكرة القدم بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت. بعد أحداث مباراة النجم والأنصار الأخيرة وبعد استدعاء رئيس النادي النبيذي أسعد سقال اليوم من قبل المدعي العام المالي، ماذا حصل وماذا في التفاصيل؟ اللي صار مثل ما كلكم عرفتوا موضوع نتيجة مباراة النجم والأنصار، صار في بعض التكسير على ملعب المدينة الرياضية. مدعي العام المالي أخذ صفة الادعاء الشخصي وصار في ادعاء على نادي النجمة وطلب من رئيس نادي النجمة يحضر للاستجواب. فاليوم كان في جلسة تحقيق، بدي اسميها جلسة نقاش بينه وبينه لا يعرف بالضبط شو اللي صار. شرحنا له وجهة نظرنا وشرحنا له انه نحن اللي صار هذا من بعض المندسين ضمن جمهور نادي النجمة. جمهور نادي النجمة اللي بحب وهو مخلص لنادي النجمة ما بيعمل هذا الشيء اللي صار. في عنا بعض الأشخاص اللي ناطرين إحنا نتائج التحقيقات الأمنية، ما حنتكلم عنها قبل، بتبين الأسماء. وهول الأشخاص أنا بدعي جمهور النجمة ليساعدنا على نقدر نتخلص منهم، لأنه عم بيضروا بالنادي وعم بيضروا باللعبة ككل. هو لقاء روتيني مع معالي الوزير، تناقشنا باللي صار ووضعنا خطة يلي ما بس نحن كنادي النجمة عم نطلبها، كل الأندية بتصور هي من مصلحتها وهذه من مصلحة اللعبة لنمنع تكرار الشيء اللي صار. على رأسهم موضوع القوى الأمنية، تواجد القوى الأمنية بالملاعب لتكون متواجدة بكثافة أكثر وخاصة ضمن المدرجات، إضافة لوجود كاميرات مراقبة على المدرجات. لما هذا الموضوع بيصير هذا كله بيمنع الشغب وبحث العالم على يصير عندهم انضباط أكثر. بتوجه بالشكر لجمهور نادي النجمة اللي كان عم بيآذرني وخاصة خلال هالكم يوم الماضيين بعد شيوع خبر الدعوة القضائية اللي توجهت على النادي. وبحب ادعيهم انه يوقفوا حد النادي يساعدونا، من دونكم ما في نكهة للدوري، وجودكم حد النادي هو الدعم للنادي. وبطلب منكم مساعدتنا لنمنع المندسين والأشخاص اللي عم تعمل شغب اللي عم تضر بالنادي وعم تضر باللعبة ككل.
الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة المتحدة. وفقا لموقع بي بي سي، أشار استطلاع إلى ارتفاع نشاط قطاع الخدمات بالمملكة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات نمو ل 53.6. ورغم هالتقدم، ما زال نشاط قطاع الخدمات بمنطقة اليورو أفضل من بريطانيا، حيث شهد المؤشر نفسه ارتفاع ليوصل إلى 55.8 الشهر الماضي. ومننتقل إلى مصر، حيث حققت قناة السويس ارتفاع واضح بالإيرادات لغاية شهر أيلول الماضي. وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، أكثر من 12 ألف سفينة عبرت القناة خلال الفترة المذكورة، مع إجمالي حمولات بلغت 781 مليون طن. ومننهي من المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة الودائع الآجلة والإدخارية لدى المصارف السعودية إلى حوالي 484 مليار ريال بنهاية شهر آب، لتشكل نسبة 29.93% من إجمالي الودائع، بعد ما كانت 27.4% بمطلع العام. وبالتفاصيل، شكلت ودائع الأفراد والشركات حوالي 53.2% من إجمالي الودائع الآجلة والإدخارية، بالوقت يلي شكلت ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية 46.8%. وبالحديث عن الودائع عموما، بلغت إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك المحلية السعودية نمو بنسبة 2.6% بنهاية آب. هذا كانت أخبارنا لليوم. صفحة الأحوال الجوية مع لارا مونيف. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كيف رح يكفي طقس لبنان بالأيام اللي جاية؟ رح نعرف بعد جولة سريعة على بعض العواصم العربية. ورح بلش من تونس مع 26 درجة، 25 بالجزائر، 29 بالقاهرة. دمشق 27 درجة، القدس أيضا 27، 26 بعمان، 37 بالمنامة، أبو ظبي 36، 39 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 37 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الأربعاء، طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال. أما على الساحل، الحرارة عم تتراوح بين 14 وال 25 درجة، بالجبل توصل أقصاها ل 16، أما بالداخل ل 23 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 24 درجة، 25 بطرابلس والكورة، 14 بالأرز. الهرمل 26، القاع أيضا 26 درجة، 22 ببعلبك، 23 برياق. من المناطق الشمالية بروح على جبيل مع 24 درجة، 16 بميروبة، 25 بجونية وبعبدة، بيروت أيضا 25 درجة. بنتقل عزحلة مع 24، 25 بشتورة، 26 درجة بعنجر، 25 بمشغرة، رشية 24 درجة، جزين، مرجعيون وبنت جبيل 25. بنتقل على بيت الدين مع 23 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا مع 25 درجة. إذن لبكرة عنا ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة فوق الجبال، على أنه على الساحل تكون الحرارة عم تتراوح بين 21 وال 25 درجة، بالنهار الخميس بتتراوح بين 21 وال 26 درجة، أما الجمعة فبتوصل أقصاها لل 27 وأدنيها ل 22 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 6 وال 14 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. ونصل إلى دي إن إيه مباشرة بعد النشرة، حيث المزيد من القراءة في زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو. قبل ذلك، تذكير بعناوين المسائية. نحن رايحين على فترة تصعيد. إيران تهدد، سنلقن واشنطن دروسا جديدة. ليبرمان يقول لبنان وسوريا أصبحا جبهة واحدة. قائد الجيش يؤكد أنه من غير المسموح العبث بالأمن،
ويقول إن أي محاولة للإخلال بالأمن ستواجه بصورة فورية وحاسمة. مراقبة أي عملية غش أو أي عملية رفع أسعار. وزارة الاقتصاد تؤكد دورها في مكافحة اللعب بالأسعار. أقساط المدارس محل تجاذب بين المدارس ولجان الأهل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. النظام بسوريا من مستعد يتعامل معه لا من قريب ولا من بعيد.